دكتور، ما السيناريو باعتقادك المتوقع، يعني تصورك للخطة الإسرائيلية؟ هل نحن أمام اجتياح خاطف إن صح التعبير للشمال يمتد للوسط والجنوب، أم إعادة احتلال تطهير عرقي بالكامل ضد الفلسطينيين لإخراجهم من غزة وإعادة احتلال؟ يعني أنا أعتقد هذا أمر ليس بالسهل، وإذا أرادت إسرائيل أن تغامر باجتياح غزة، الأرض تقاتل مع أصحابها، سيكون جميع أبناء غزة نساء وشيوخا وأطفالا ومقاتلين يتصدون لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولكل آلة العنف الإسرائيلي. واسمحي لي أقول أنه كما يبدو أن المقاومة بقيادة حماس أو حماس لديها خططها، لم تكن بهذه العملية دون أن يكون لديها سيناريوهات متوقعة للمستقبل، ودون أن تكون قد أعدت العدة لمواجهة كافة الاحتمالات وكافة التداعيات التي قد تحصل نتيجة للعملية الجريئة التي كانت قد قامت بها في غلاف غزة وعلى فرقة غزة الخاصة للجيش الإسرائيلي. الآن إسرائيل قد تغامر، وأنا أعلم أن حكومة اليمين المتطرف حكومة مغامرة، لا يوجد لديها ما يمنعها، خاصة أن رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي هذا اليوم وفي تصريحاته اعترف بالهزيمة واعترف أن هذه الضربة ضربة موجعة، لكنه قال أنهم سيتابعون حربهم وأن إسرائيل ستنتصر. أنا أعتقد العالم معني الآن بالضغط على إسرائيل وبالتصدي لإسرائيل، لأنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه قد يؤثر هذا على المنطقة بشكل كامل، وقد يؤثر على العالم. نحن العالم يعاني من حرب أوكرانيا وحرب روسيا، الآن هذه الحرب قد تمتد، وإذا امتدت هذه الحرب وأصبح هنالك أطراف إقليمية شركاء فيها، خاصة في ظل التدخل الأمريكي المباشر وفي ظل التدخل البريطاني المباشر، قد يكون هنالك جهات تتدخل دفاعا عن الإنسانية ودفاعا عن الأطفال، دفاعا عن النساء، دفاعا عن الشيوخ. لا يجوز أن يتم حصار، أن يحاصر شعب بأكمله، وأن تمنع الأدوية والأغذية، وأن تقطع الكهرباء عن هذا الشعب، لدرجة أنهم طلبوا من المستشفيات، بعض المستشفيات، أن يتم إغلاقها وإخلاءها. هذا لا يجوز، هذا يخالف القانون الدولي ويخالف القانون الدولي الإنساني ويخالف اتفاقية جنيف الأربعة، وخاصة الاتفاقية الرابعة التي تلزم الدفاع عن حقوق المدنيين. واسمح لي أقول، اسمحوا لي، أن الحقيقة حتى البيان الذي صدر عن وزراء خارجية الجامعة العربية، لم تنتبه إسرائيل لهذا البيان ولم تلتزم بهذا البيان. الآن هنالك حركة جريئة وحركة نشطة على مستوى العالم وعلى مستوى العالم العربي بشكل خاص، وهنالك أيضا اتصالات تجري، أولا لوقف الحرب، وثانيا لمنع الاعتداء على المدنيين، وثالثا لإعادة تقييم الأوضاع والتعامل معها بطريقة تعيد مسارها إلى ما كانت عليه.